أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تتبوأ مركزا طلائعيا في اعتماد وتطبيق معايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يضمن استدامة النمو في مختلف القطاعات الإنتاجية. ولفت معاليه إلى أن اهتمام مملكة البحرين بتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل وتقنينها بالتشريعات والإجراءات الإدارية اللازمة يعكس الأبعاد الإنسانية التي تعمل المملكة من خلال منظومتها الحقوقية المتكاملة على ترسيخ احترامها ورعايتها، وذلك لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية على الدوام. جاء ذلك لدى تفضل معاليه بافتتاح أعمال المؤتمر والمعرض الوطني الخامس للسلامة والصحة المهنية والذي تنظمه وزارة العمل تحت شعار مستقبل السلامة والصحة المهنية التحديات والفرص. وأثنى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء على ما يمثله المؤتمر والمعرض المصاحب له من تظاهرة دورية تحظى بمشاركة عدد من الخبراء والمعنيين ومشرفي السلامة والصحة المهنية وممثلي المنظمات والمتخصصة فيها، وتحرص وزارة العمل على تنظيمها بهدف مواكبة المستجدات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها مواقع العمل والراجعة إلى نمو الأسواق الصناعية والتقنية في المنطقة، الأمر الذي يستوجب معه مضاعفة القدرات والاستعدادات من خلال التدريب والتأهيل المتواصلين. وأعرب معاليه عن شكره لوزارة العمل ومجلس السلامة والصحة المهنية وكافة الشركاء من داخل وخارج البحرين على جهودهم المقدرة لإقامة هذه الفعالية المتخصصة، راجيا للخبراء والمتخصصين المشاركين في المؤتمر التوصل إلى نتائج وتوصيات مهمة للإسهام في تعزيز وتطوير أسس ومبادئ سلامة بيئة العمل والعاملين وتعميم أفضل الممارسات والاستفادة من التجارب الناجحة في استخدام وسائل الوقاية من إصابات العمل، لا سيما مع تطبيق الأنظمة التكنولوجية عبر إدخال الذكاء الاصطناعي في هذا المجال من أجل بيئة عمل آمنة ومنتجة تضمن سلامة الجميع. من جانبه أعرب سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس السلامة والصحة المهنية عن خالص شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء لتفضله بافتتاح المؤتمر، مثمنا الدعم ومساندة معاليه الدائمة لمختلف مبادرات الوزارة ذات الصلة بالعمل والإنتاجية. من جهته ألقى سعادة السيد فايز علي المطير المدير العام لمنظمة العمل العربية كلمة خلال افتتاح المؤتمر ثمن فيها جهود مملكة البحرين في تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وتنمية الموارد البشرية ورعاية حقوق الطبقة العاملة بما ينسجم مع معايير العمل الدولية والتي تعكس التزام المملكة الراسخ بتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة على العمل. بعدها تفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بتكريم الجهات الراعية للمؤتمر وافتتاح المعرض وتفقد ما تضمه أجنحتهم من آخر التقنيات الجديدة المطبقة في السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل المختلفة.
لتقديم أفضل الخطوات والممارسات على صعيد تطوير وتعزيز ثقافة السلامة المهنية، نظمت وزارة العمل بالتعاون مع مجلس السلامة والصحة المهنية المؤتمر والمعرض الوطني الخامس للسلامة والصحة المهنية، وذلك تحت شعار مستقبل السلامة والصحة المهنية تحديات وفرص، ليلتقي الجميع تحت سقف واحد ليقدموا شريحة واسعة لأحدث التقنيات الحديثة، سعيا إلى توفير بيئة عمل آمنة في مواقع العمل. تتشرف مملكة البحرين الحقيقة باستضافة مثل هذا المؤتمر بمشاركة يعني برعاية معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وحضور ومشاركة العديد من المنظمات والعديد من وفود متخصصة من دول مجلس التعاون والدول العربية والخبراء العاملين في مملكة البحرين، ويهتم بشكل أساسي بتطوير آليات ومقاييس الصحة والسلامة المهنية وعرض أهم المستجدات من حيث القدرة على قياس المؤثرات الكيميائية والبيولوجية في محيط العمل، تفادياً لأي مخاطر قد يتعرض لها العمال أو بيئة العمل أو البيئة المحيطة جراء التطورات المستمرة في الصناعة والتقنية. ويعتبر المؤتمر فرصة مهمة لالتقاء الخبراء والمختصين وجميع المهتمين في مجال السلامة والصحة المهنية، كما يضم المؤتمر معرضا شاملا لعدد من الشركات الرائدة والاستشارية التي تخص السلامة والصحة المهنية. ما في شك اليوم السلامة والصحة المهنية التعاون فيها مطلب، وإحنا اليوم كلنا في دول الخليج يعني نعتبر مجتمع واحد، يعني العمالة وتكونها في دول الخليج تقريبا هي متشابهة، فلذلك يعني مهم جدا حقيقة الاستفادة من تجارب بعضنا البعض في تطوير السلامة والصحة المهنية. تجربتنا في سلطنة عمال تمثل فرصة ممكن نشاركها مع باقي دول الخليج، والعكس صحيح أيضا. تجربة المملكة مملكة البحرين في مجالات الصحة والسلامة المهنية نستفيد نحن منها في تطبيقها على أرض الواقع في سلطنة عمان. يكاد يكون سوق العمل مشترك أو متشابه في منطقتنا نحن في منطقة دول الخليج. هذا وتسعى مملكة البحرين دوما من خلال هذه المؤتمرات والمعارض أن تقدم أفضل الخطوات والممارسات الدولية على صعيد تطوير وتعزيز ثقافة السلامة المهنية، كونها تعد نوعا من التنمية المستدامة لتعكس ما توليه حكومة مملكة البحرين في دعم مستمر لكافة المساعي والمبادرات التي تعنى بالتزامها وتطبيقها التام للمعايير الدولية في مجالات السلامة والصحة المهنية. يأتي هذا المؤتمر والمعرض الوطني للتأكيد على ما تحرص عليه مملكة البحرين في السلامة والصحة المهنية، مستنيرة بذلك بالقيم الإنسانية التي أرسى دعائمها جلالة الملك المعظم أيده الله. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.